السيد كان حبوبي كان في مقابل كان 49. مرحبا. شرف لنا من منصه السيد سعيد كما هو اول موقع الكتروني بلاد المدينه انه السيد السيد سعيد وحضر شرف انه السيد السيد سعيد. مرحبا. السيد سعيد وانا نعرفوا شكون هو السيد سعيد، الناس كيعرفوا المقابل للسيد سعيد اكثر من كيعرفوا السيد سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أولا أقدم شكري الكامل لهذا الموقع على هذه الدعوة التي أعتبرها تشريفا وأعتز بها، لأنني جد متأكد من أن هذا الموقع جاد في عمله الإعلامي والصحفي، ويبحث باستمرار عن الجديد وعن التميز وعن تفعيل أهداف العمل الصحفي الذي أو التي تتجلى في أبسط الأشياء، وهي مراقبة العمل عمل المسؤولين الذين يتصرفون في المال العام. محمد بن سعيد من مواليد 12 مارس 1960، يشتغل أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي، لدي بعض الاهتمامات حيث اهتم بجانب الكتابة الأدبية سواء على مستوى الإبداع أو على مستوى النقد، فقد نشرت لي نصوص متعددة خاصة في الملاحق الأدبية سواء بجريدة الاتحاد الاشتراكي أو بجريدة العالم أو بصحف مغربية متعددة. العمل الصحفي هو في حقيقة هو هواية وليس تخصصا أسعى من خلاله إلى الانخراط برفقة مجموعة من الزملاء في هذه المهنة التي يقولون عنها إنها مهنة المتاعب. الإعلامية تقصد؟ أعترف أن هذا العمل الصحفي يعود بي إلى سنة 1982 عندما كنت آنذاك طالبا بسنة البكالوريا أدب عربي بثانوية أبي الخير. في ذلك الوقت منحت لنا احنا أربعة منح أجنبية من أجل الانتقال إلى فرنسا من أجل الدراسة، وكان العمل الصحفي يشغلني كثيرا في ذلك الوقت وأنا طالب، ولكن فقط على مستوى المتابعة في بعض الصحف آنذاك وخاصة جريدة المحرر، وكنت أطمح إلى أن أكون صحفيا في المستقبل، رغم أنه تعرفون أنه سنة 1982 لم تكن هناك قنوات بالشكل الموجود حاليا، ولم يكن هناك أنترنت، ولم يكن هناك الهواتف الذكية بهذا الشكل. كانت هناك صحف نتلقفها نحن الطلبة، وكنت أطمح إلى ذلك. بالفعل منحت لي منحة للذهاب إلى مدينة ليون الفرنسية لدراسة الصحافة والإعلام، غير أنني لم أتمكن من مواصلة الدراسة لظروف مادية في ذلك الوقت. ولا أخفيك أن ذلك بقي في قلبي أو ترك في قلبي غصة،
حتى بعد أن انتقلت إلى الدراسة الجامعية، فظل ذلك الهوس بالعمل الصحفي والعمل الإعلامي يشغلني، وأفكر في البحث عن منفذ لولوج هذا العمل. في ذاك الوقت لم نتمكن كذلك لاعتبارات كثيرة من أن لي جاء المعهد العالي للصحافة كما هو الآن، وبقيت هناك في الدراسة في الجامعة أطالع هذه الصحف اللي كانت في ذاك الوقت، جريدة العالم، جريدة البيان، جريدة الاتحاد الاشتراكي إلى آخره. وإن كنت أركز في ذلك الوقت على الجانب الثقافي، على الجانب الإبداعي، على الجانب النقدي، على الجانب التربوي إلى آخره. بعد التخرج هنا في سنة 1986 بالذات، قلت مع نفسي لأدخل عالم المغامرة، عالم الكتابة. وما زلت أتذكر نشرت أول مقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي في منطقة جنوبية في المغرب، وكان لذلك المقال ما كان. منذ ذلك الوقت وأنا منشغل بهذه العملية، يعني عملية الصحافة والإعلام، وظللت أكتب بين الفينة والأخرى في جرائد كثيرة. كتبنا في الميثاق، ميثاق الأدب، الجانب الأدبي، كتبنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي، كتبنا في جريدة العالم، كتبنا إلى آخره. حتى قلت في نفسي ذات مرة لأغامر وأراسل جريدة ما من أجل أن أكون مراسلا رسميا لها. فكانت التجربة بطبيعة الحال مع جريدة الاتحاد الاشتراكي لفترة طويلة، ومع جريدة الصباح، ثم مع جريدة الأخبار منذ أعدادها الأولى، ثم بعد ذلك مع جريدة المساء التي ما زلت مراسلا لها بالجهات الشرقية. يعني الخلاصة أنت تعرف، أتلقى ولا أملك شهادة جامعية في الإعلام وفي الصحافة، ولكن أمتلك بتواضع شديد تجربة في مجال الكتابة الصحفية على مستوى كتابة المقال، على مستوى الأجناس الصحفية المتعددة. ولذلك أنا الآن لازلت منشغلا بهذه العملية، بهذا النوع من الكتابة، لأنني ألاحظ أن لها تأثيرا كبيرا في المجتمع إذا ما كان الصحفي يحترم نفسه ويحترم مصداقيته ويحترم قراءه ويحترم كذلك الخط التحريري للجريدة التي يمثلها. هو ما قلته صحيح، حتى أنه في بعض المرات لمن لا يفهم جيدا خبايا وأسرار العمل الصحفي ينعت المتنقل من جريدة إلى جريدة بنعوت ربما ليست صحيحة. فعندما كنت بصريح العبارة، عندما كنت أكتب بجريدة الاتحاد الاشتراكي كنت اتحاديا، هذا أمر صحيح، ولكن كتبت في جريدة العالم ولم أكن استقلاليا، كتبت في جريدة الصباح وكنت اتحاديا. يعني هو نعم الجريدة الحزبية ترحب بمنخرطيها وبالذين ينتمون إليها، ولكن دعني أقول أن من يمتلك الكفاءة ويمتلك المصداقية ويمتلك الجرأة ويمتلك ويكون نظيفا، كل الجرائد تتهافت عليه سواء كان متحزبا أم غير متحزب. الانتقال من جريدة إلى جريدة بعض المرات
يكون لظروف هكذا تأتي هكذا لسبب من الأسباب، قد تشتغل مع جريدة لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة ولا يعجبك الخط التحريري، أو بعض المرات يطلب منك في إطار التوجيهات التي تبعث للمراسلين يطلب منك أن تنجز مثلا أعمالا أنت لا ترتاح لها، بمعنى أن بصريح العبارة لست متابتي تحت الطلب، عندما فتبحث فتنتقل من فضاء إلى فضاء من جريدة حتى تجد الجريدة التي تحس بأن لك فيها فضاء وحرية، لأن الصحفي بدون حرية ما يمكن لهش يشتغل. ولكن على كل حال أنا أقدر هذه الجرائد لأننا تربينا فيها وتعلمنا واستفدنا منها الشيء الكثير. جريدة الاتحاد الاشتراكي مدرسة صريح العبارة، وجريدة العالم مدرسة، وجرائد الوطنية المحترمة يستفيد منها المراسل الذي لم يكن لديه تكوينا جامعيا في مجال الإعلام والصحافة يستفيد ويراكم تجربة يمكن أن يفيد بها زملائه ويستفيد منها هو ويفيد المجتمع كذلك. الطريقه ديالها نعم. يعني هذه كيحيلنا على انه يعني واش هناك ايمان بالتحرير ديال السي رشيد نيني؟ لا، هو انت تعرف ان الاسم ديال رشيد نيني هو اسم لا يمكن لينكره او ان يلغيه من المشهد الصحفي والاعلامي بالمغرب، وبغض النظر عما يقال عنه وبغض النظر عن الأحكام إلى آخره، ولكن دعني أقول لك بصدق أن الاشتغال مع السي رشيد نيني يضني ويتعب. لماذا؟ لأن المراسل يجب أن يكون جنديا ويجب أن يكد ويجد ويتعب ويبحث عن الخبر المتميز. لذلك أنت تعرف أن الظروف التي تم تأسيس فيها جريدة الأخبار كانت استثنائيا في المشهد الصحفي المغربي، بحيث أنه مجرد ما خرج السي رشيد نيني من السجن إلى آخره وما رافق ذلك من أقاويل ومن ترك جريدة المساء باحترام، ثم قرر أن يسير في طريق آخر وأسس الأخبار. وكعادتنا أنت تعرف أننا كعادتنا دائما نبحث عن ليس عن الأفضل، لأنني لا أفضل جريدة على جريدة، ولكن نبحث عن شيء ما في داخل هذا الصحفي، يبحث ربما عن التمييز، يبحث عن شيء ما يجعله يمنحه القوة. لذلك عندما أتذكر طلبت أن أكون مراسلا لجريدة الأخبار للسي رشيد نيني قبل ذلك ورحب بي، واشتغلت 3 سنوات بما فيها وما عليها، نتلقى توجيهات ونتلقى إرشادات ونتلقى ما نتلقاه، ولكن ظروف صحية هي التي أرغمتني أن أتوقف أكثر من سنة ونصف. ظروف صحية تتعلق بالعينين خلتني نوقف سنة ونصف، بل كنت قد قررت أن أتوقف بشكل نهائي عن العمل الصحفي. ولكن أنت تعرف أن الصحافة هي بلوى تصيب من أصابته، فلا يمكن أن يتخلص منها بسهولة. لذلك وجدت في فرصة ما وجدت مناسبة ففاتحت الإخوان في المساء ورحبوا بي كذلك، وأشتغل مع هذه الجريدة باحترام، وفي نفس الوقت نحترم الصحف الأخرى وإن كنا نبحث عن التميز وعن السبق الصحفي وعن وكل واحد المراسل حتى هو كيبغي يتميز حتى على الزملاء ديالو داخل الجريدة ديالو باش يقوي الاسم ديالو ويفرض سميته في العمل الصحفي. نعم نعم نعم، كانت تجربة جد محمودة،
يعني لكن انا طرح السؤال يعني واش مدينة بركان وثانويات مدينة بركان مهيئة انها تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا الجانب باش تفكر على مدى هي التجربة ديال تأسيس نادي الصحافة والإعلام هو تم داخل ثانوية ابن بطوطة وفي إطار تفعيل مجموعة من المذكرات الوزارية التي تتعلق بالأندية التربوية داخل المؤسسة. أنتم تعرفون أنه في فقط لسلطة الأستاذ ولسلطة المقرر ولسلطة الامتحان وإنما نمنح له فضاءات في مجال الرياضة وفضاءات في مجال المسرح وفي مجال الكتابة وفي مجال إلى آخره ونظرا لأنني منشغل بالصحافة وبالإعلام وأمارس هذه المهمة ليس كوظيفة ولكن كهواية ليس كمتخصص ولكن كذلك كهواية متواضعة ارتأيت أن أؤسس ناديا للصحافة والإعلام بالثانوية مستفيدا ببعض التجارب وخاصة التجربة ديال واحد الاخ الصديق ديالي كان معايا في جريده الصباح وهو الاخ الرامي في مدينه توريرت اللي مشى صراحه ذهب بعيدا في 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 نادي الصحافه بالثانويه. كنا نطمح اشتغلنا سنه ف بطبيعه الحال بضغوطاتها واكراهاتها والى اخره ولكن مع الاسف دائما نصطدم بعدم رغبة بعض أقول بعض المسؤولين في تبني مثل هذه الاجتهادات ومثل هذه الأفكار الجديدة. لذلك أنا من كنتكلم على إقليم بركان ولا نجد فيه ناديا للصحافة ليس فقط في الثانويات ولكن حتى على مستوى خارج الثانويات. فإذا جيت نحسب عدد الصحفيين في بركان ينطبق عليهم قول الشاعر فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبة قليل. الآن كل شيء مع احتراماتي لأولئك الذين يمتلكون المصداقية ولكن لا نبحث عن إطار فيه نجلس مع بعضنا البعض ونفكر جماعتنا إلى آخره. نادي الصحافة والإعلام عندما أسسته لم أكن أطمح إلى أن يكون محاطا بأسوار المؤسسة. تعاملت مع الطلبة ديال السنة الأولى والسنة الثانية بهدف أننا من يدي التلميذ البكالوريا يمكن بغيت نلصق في هذا البلية بالتعبير الداريجي. لأن العمل الصحفي هو عمل يقدر يكون طبيب ويكون صحفي، يقدر مهندس ويكون صحفي، يقدر يكون يراقب الشأن العام إلى آخره. وكانت تجربة تبارك الله ولكن لظروف ما ذاتية أولا وموضوعية هو مازال قائما بل إن التلاميذ حتى وأنني انتقلت يصرون على أنهم يخدموا بوحدهم في إطار هذا النادي هذا. لذلك هذه فكرة مهمة ومن خلال هذا المنبر المحترم أنا أدعو المسؤولين على قطاع التربية والتعليم في النيابة ديالنا أنهم ينفتحون على هذا النافذة ديال الصحافة والإعلام. لا يمكن الآن في أي قطاع أن نشتغل دون أن يكون الصحفي شريكا لنا، ولكن الصحفي القوي، الصحفي الجدير بالاحترام أننا نستغله ونمرر من خلاله رسائل معينة، ولكن نريده أن يكون شريكا في التنمية، نريد أن يكون في تطوير القطاعات ديال المدينة، في الصحة، في التعليم، في الفلاحة إلى آخره. لذلك كما قلت من خلال هذا المنبر المحترم أدعو الزملاء أينما وجدوا إلى التفكير في تأسيس ناد للصحافة يمكن من خلاله أن يتناقشوا ويتداولوا في مجموعة من القضايا التي تشغلهم وتشغل الرأي العام بهدف تطوير الأداء ديالهم وتطوير القدرات الصحفية ديالهم.
السنوات الأخيرة يعني المواقع الإلكترونية بكثرة وتجاوزت يعني حتى يعني الفيزيتور ديالها يعني الجرائد الورقية كتشوف يعني أهم الاختلافات ويعني مكان القوة يعني في الصحافة الإلكترونية مقارنة بالصحافة اللي مكتوبة المكتوبة. هو انت تعرف ان ان العصر الان هو عصر قطع فيه الانسان اشواطا مهمه في التطور. لا يمكن ان نعيش خارج التطور التكنولوجي وخارج تطور الاله. فالحديث عن الصحافه الالكترونيه اصبح الان لا مفر منه، قطاعا يفرض نفسه ليس فقط على الذين يمارسون هذا النوع من الصحافه، ولكن حتى على المسؤولين في الوزاره ديال الصحافه والاعلام وفي والتواصل الى اخره. ولكن ما لوحظ ان الحريه في احيين كثيره تكون مضره اكثر مما تكون نافعه. عندما بدأ العمل بالصحافة الإلكترونية أصبح الجميع ومن حقهم، من حق أي واحد طبقا لقانوننا أن يؤسس موقعا إلكترونيا ويشتغل الذي يريده. ولكن ماذا حدث؟ حدث أن الكثرة، كثرة المواقع الإلكترونية أفسدت إلى حد بعيد ذلك الطعم وتلك النكهة وتلك الرقة التي تكون في العمل الصحفي، أقصد العمل الصحفي الجاد. لذلك أنا أدعو إلى ضرورة غربلة هذا الواقع الإعلامي الإلكتروني، أن نغربله بطبيعة الحال بناء على مجموعة من المعايير. نحن نتابع ما يحدث على مستوى تقنين على مستوى الوزارة، المشروع اللي كانت قدمته من أجل تقنين العمل الصحفي الإلكتروني، ونحن لا نقول بضرورة تقييد الصحافة، معايير يمكن أن نصل من خلالها إلى بناء جسم صحفي إلكتروني سليم. فالكثرة طبيعي جدا أننا سنصل في يوم من الأيام إلى الغربلة. الزمن والقراء يغربلون بشكل زمني، بشكل أوتوماتيكي يغربلون المواقع. لذلك أنت تلاحظ أن كثيرا من المواقع لم تشتغل أكثر من سنتين أو من ثم تتوقف. لذلك أدعو صراحة إلى وضع معايير، ولكن هذه المعايير لا أريد أن تكون من الفوق، أريد أن يساهم فيها المعنيون بالأمر، المعنيون بقطاع الصحافة والإعلام، هم الذين يضعون المعايير، هم الذين يضعون الخطة لرسم معالم إعلام إلكتروني هادف وناجح. أنت تعرف معي أن هناك كثير من المسؤولين، ويجب أن نقولها صراحة، هناك كثير من المسؤولين لهم أو يحسون بالفرح الكثير عندما يكثر هذا تكثر هذه الغوغاء الإعلامية. لماذا؟ لأن المسؤول، أنت تعرف أنني أشبه الصحافة في هذا العصر بالشعر الجاهلي القديم، أن الشاعر الجاهل كان يستطيع أن يرفع من قيمة الخليفة أو الأمير أو الحاكم أو إلى أقصى درجة ثم يستطيع أن ينزله إلى أسفل سافلين. العمل الصحفي الجاد اللي عنده مصداقية هو هذا. لذلك المسؤول الذي لم يصل بعد إلى أن يتفهم دور الصحفي كشريك فيحب جيدا هذه الغوغائية كما قلت. وعلينا نحن ماشي كصحفيين، وماشي وليس المقصود هو ذلك التواضع الفارغ، لا، نحن كمهتمين
كهاوين للعمل الصحفي نريد، وخاصة إذا ما تكلمنا مثلا على الجهة الشرقية وعلى الإقليم ديال بركان. إقليم بركان بصريح العبارة، أنا شخصيا ليس لدي أي سوء تفاهم مع أي كان، وجميع كل من يرغب في العمل الصحفي، ولكن أسخر صراحة، استعملوا هذا الفعل، أسخر من أولئك الذين لا يشتغلون في الصحافة من أجل الصحافة. عندما تكون وتقرر أن تكون صحفيا، يجب أن تكون صحفيا أو أن تتوقف، يجب أن تمارس الرقابة في نظافتها، في مصداقيتها، في موضوعيتها، في قانونيتها كذلك. أما أن يتحول الصحفي إلى مصور في المناسبات، وأن يكون أن يلهث وراء الرسميات فأعتقد أن مثل هذه السلوكات هي التي تخلق لنا هذه الفوضى وهذه العبثية. أعتقد الكثير أو يعني أقول أن كثيرا لا يعرفون جيدا النتائج ديالها. النتائج ستكون وخيمة. نريد إعلاما نظيفا، إعلاما قويا، إعلاما نقيا، حتى يساهم بجميع إلى جانب المسؤولين والفاعلين والمسؤول في القطاعات في تنمية هذا البلد، هذا البلد الذي نريد له أن يكون نامي وأن يكون متطور وأن يكون مستقرا وأن هذه بلادنا، ويجب أن نفتخر أننا ننتمي إلى المغرب، ولكن نريد أن نجتهد أجل أن نصل إلى ذلك. نعم.